مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان إذا الباحث والمحلل السياسي الأستاذ حسن أبو هنية لحديث أكثر حول القمة العربية 30. أهلا بكم أستاذ حسن إلى استوديو الرافدين. أستاذ حسن تسمعوني؟ تفضل. حياكم الله. نصف قادة الدول العربية لم يحضروا إلى القمة، ما تأثير هذا الغياب على قرارات القمة برأيك؟ باعتقادي يعني لم يكن هناك فرق كبير سواء بحضور القادة. أصبحت هذه ربما أحد أهم اهتمامات القمم العربية على مدى السنوات الأخيرة، وبالتالي لا أعتقد بأنه سواء حضر هؤلاء القادة أو لم يحضروا لم يكن من المؤتمر ليخرج بأي توقعات من قبل الشارع العربي. العالم العربي يعيش حالة من الانقسام، حالة من التفكك، حالة من الاستقطابات الدولية، ولديه مشاكل كل دولة. بالتأكيد لم يكن ممكنا في الجزائر أن يكون حضور، ولا في بالتأكيد كالسودان، فضلا عن دول أخرى تعاني أصلا لديها إشكالات عميقة سواء كانت ليبيا أو كانت اليمن. وبالتالي أعتقد بأن ربما يكون إذا قسناها بعدد الزعماء العرب يبدو جيدا في أثر إلى القمة السابقة، ولكن المهم هو النتائج. لا يبدو أن ثمت أي نتائج، ولا أعتقد أن أحد في العالم العربي كان يتوقع الخروج بأي نتائج عملية سوى عمليات الإدانة و الاستنكار والشجب لقرارات ترامب. وفي النهاية ذات المواضيع هي بقية مهيمنة التي نعرفها جميعا، مسألة الإرهاب، التركيز على قضية فلسطين من ناحية شكلية، وهناك تأييد وانقسام حول إيران. نعم، أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط تحدث عن تحديات كبرى تواجه القمة العربية، برأيك في البيان الختامي هل وضعت حلول حقيقية للتحديات التي تحدثوا عنها في القمة؟ على الإطلاق لا أعتقد. دائما هناك تسويات سابقة تكون بالتوصل إلى الحد الأدنى من المطالب، وهذه حتى لو وضعت مطالب أعلى لا تمت آليات تنفيذية، مجرد خطابات لا أكثر ولا أقل لا تنطوي على أي قرارات تنفيذية أو قابلة للتنفيذ. عندما تستنكر العالم العربي قرار الطاف قبل الجولان ومن قبلها القدس، لكن لا يوجد هناك اي مواقف عمليه على الصعيد العملي من اداره ترامب والولايات الامريكيه في الوقت الذي تتصادف افريقيا ودول الخليج تحديدا وبعض الدول العربيه على التطبيع مع اسرائيل تطبيع مجاني. اذا من الصعب ان نتوقع اي شيء تنفيذي في ظل هذا التفتق والانحيازات وعدم التصدي فعليا لمشاريع الاداره الامريكيه اليمينيه المتحالفه مع الاداره نتنياهو اليمينيه في اسرائيل. نعم، كيف تقرا البيان الختامي الصادر عن القمه 30 في تونس؟ اعتقد بانه لا جديد، كان متوقعا وربما سرب ذات قيمات التي تركز على مركزية قضية فلسطين وأهميتها، الحديث عن المشاكل العربية وضرورة الحلول التي أقرتها الأمم المتحدة سواء تتعلق في ليبيا أو في اليمن، وكذلك بقية مسألة سوريا معلقة، والتركيز على الحل السياسي ومفاعيل عملية جنيف وقرار 2254. هذه كل القرارات كانت متوقعة، مع على مسألة وحيدة أصبحت قيمة راسخة وهي مسألة محاربة الإرهاب بشكل صريح، وربما تكون هذه الموضوع الوحيد الذي يتفق عليها الأنظمة العربية كدكتاتورية. هل الأولويات كانت متناسبة ومتناغمة بين يعني بين القادة العرب في ترتيب هذه التحديات؟ لا شك هناك أولويات مختلفة، كهذا هناك بعض الدول لم تذكر حتى إيران، بل دعت نوع من الحوار في إيران، وهناك دول لا تزال تعتقد بأن الخطر الأساسي في المنطقة هو خطر الإيران، وهو ما يتناهى مع تصريحات الأمريكيين بشكل واضح. هناك دول لديها أولويات مختلفة.
مختلفة، وبالتالي هي أصلا ربما تكون منخرطة في بعض السلطات هنا وهناك، وبالتالي كانت دائما طلبات القادة تعكس اهتمامات هذه الدول وانحيازاتها حتى في تعريفات التحديات، سواء ما يتعلق بمسألة الإرهاب، فتكون التعريفات مختلفة لكل دولة عندما يستخدم مثل هذه السيمة التي أصبحت راشفة باعتقادي. العالم العربي يشهد حالة من التفكك والانهيار، وهذا العالم العربي، هذه الجامعة العربية هي تعكس حجم هذا الاختلالات وحجم هذا الضعف الذي يشهده العالم العربي. الأستاذ حسن أبو هنية، الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.